السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء في حلقة جديدة من دروس شرح استخدام برنامج سكتش أب في تصميم المطابخ 3D. النهاردة هنتكلم عن جزئية مهمة جدا لكل من يستخدم برنامج سكتش أب، سواء في تصميم المطابخ أو في التصميمات 3D بصفة عامة، ألا وهي إضافة الأجهزة أو وحدات جاهزة أو بلوكات أو كومبوننتس، أي وحدات جاهزة تضيفها داخل التصميم بتاعك، سواء من على الجهاز أو بتنزلها من على النت من على المواقع الخاصة بها. هنتعلم الكلام ده، وهنتعلم إزاي بعد ما تدخلها داخل الفايل بتاعك تعدل على مقاساتها بحيث إن هي تتناسب مع المقاسات اللي أنت محتاجها بالظبط. هنستخدم اول طريقة، وهي ان في اجهزة موجودة او وحدات موجودة عندك على جهازك وعاوز تدخلها بطريقة بسيطة جدا بدون كلكعة وبدون طرق صعبة. بنروح طبعا الملف بتاعنا مفتوح وجاهز على اضافة الوحدات، بنروح للملف بتاعنا مثلا اللي موجود فيه الاجهزة اللي احنا محتاجين ان احنا نضيفها، و بنشوف مثلا يعني كل دي فايلات، كل فايل فيها او كل ملف فيها موجود فيه جهاز مرسوم جاهز، وحدة جاهزة بتجيبها تدخلها في التصميم بتاعك. علشان تدخل اي وحدة من الوحدات دي داخل التصميم بتعمل حركة بسيطة جدا جدا جدا. يعني مثلا هنجيب البوتاجاز، هنقف على البوتاجاز كده وهنسحبه معانا لحد ما ندخل به جوه التصميم، وبعد كده نفلته، بس هو كده دخل جوه التصميم. مش محتاج غير انك بس تعدل عليه في الاتجاه، تعدل عليه في المقاسات، تحطه في مكانه بالضبط، ويبقى انت كده انهيت المسألة. بمجرد ما بتقف فوق الجهاز او في الجنب او في اي اتجاه من اتجاهات الوحدة اللي قدامك او الجهاز اللي قدامك، بيظهر معاك بدون ما تستخدم اي ادوات. انا لسه ما استخدمتش اي ادوات خالص، ده الجهاز هو دخل جوه التصميم ومستخدم معايا اداة التحريك متفعلة معايا اوتوماتيك، اداة التحريك اللي هي موف متفعلة معايا بمجرد ما دخلت البوتاجاز داخل التصميم. فبمجرد ما بتقف على اي وجه من اوجه الجهاز بيظهر عندك علامات نقط، اربع نقط حمر زي ما انت شفتهم كده. اما بتقف على اي نقطة فيهم بيظهر لك المنقلة وبيظهر لك الخط اللي انت واقف عليه او الاتجاه اللي انت واقف عليه، واللي انت طبعا هتستخدمه عشان تحول الجهاز للاتجاه اللي انت محتاجه. بتقف على اي نقطة فيهم ببساطة كده وتبدأ تحول الجهاز في الاتجاه اللي انت محتاجه. اهم شيء انك ما تفلتوش او ما توجهش الجهاز وتسيبه في اي زاوية وخلاص. انت محتاج انك تحول زاوية 90 درجة، هتبص تحت في المكان اللي تحت اللي هو مكان اللي احنا بنبقى ندخل فيه المقاسات ده، هتلاقي مكتوب فيه 90 درجة، والخط بعد ما كان لونه احمر بقى لونه اخضر. ده يدل على ان انت شغلك كده مظبوط تماما. بتضغط ضغطة بالماوس شمال وتبدأ برضو نفس الاداة، احنا لسه ما استخدمناش اي ادوات تانية، بنفس الاداة وبتقف على نقطة مثلا في الكورنر كده بتاع الجهاز وتبدأ تسحبه عشان تحط الجهاز في مكان بالطريقة دي. طيب هنتفاجئ طبعا بان الجهاز ده مقاسه مختلف عن المقاس اللي احنا محتاجينه. ازاي نعدل المقاسات بتاعت الجهاز علشان تتناسب مع المقاس بتاعنا؟ في كذا طريقة. الطريقة الاولانية ان احنا بكل بساطة هنضغط على حرف الاس، هيتحول الجهاز للشكل اللي انت شايفه به. الاس ده معناه اختصار للأداة اسمها سكيل، ده الأداة دي المسؤولة عن تغيير أحجام أو المقاسات الجهاز أو الوحدة اللي قدامك أو السطح اللي قدامك، أيا كان الاستخدام اللي انت عاوز تستخدمه. تمام،
فبدل ما تروح على قائمة تولز وتختار منها سكيل، انت بمجرد ما بتضغط من لوحة المفاتيح على حرف الاس بيتحول الجهاز زي ما انت شايف كده. طبعا انت لو وقفت على اي نقطة من النقط ديت اللي هي الخضراء اللي ظاهرة قدام منك ديت، ده بيبين لك بتتحول طبعا النقطة ديت من اخضر لاحمر، وبيدي لك الاتجاه اللي الجهاز او لو انت سحبت النقطة هتمشي معاك في اي اتجاه، هتمشي معاك فوق، هتمشي معاك في الجنب، هتمشي معاك لتحت. المهم ان هي بتبين لك تأثير النقطة ديت لما بتسحبها على الجهاز او على مقاسات الجهاز. طبعا احنا عايزين نكبر البوتاجاز ده، نكبره في العرض شوية، بنبدأ نسحبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده من النقطة اللي في النص علشان هو هيتغير معانا في العرض بس، تمام؟ ونبدأ نسحبه لحد ما نقف على بداية الوحدة اللي جنب البوتاجاز، وبعد كده نضغط ضغطة بالماوس. هتلاحظ او هتلاقي ان البوتاجاز بقى مقاسه بالضبط زي ما احنا محتاجين، تمام؟ دي الطريقة. طريقة تانية انك هتيجي تقف على الجهاز بالشكل ده كده وتضغط كليك يمين وتنزل على اخر القائمة اللي موجودة عندك، هتلاقي دايناميك كومبوننتس، دايناميك كومبوننتس، وهتختار الاختيار الثاني اللي هو كومبوننت اتريبيوتس. هتظهر معاك الصفحة دي، هتيجي بكل بساطة تضغط على علامة الزائد وتختار سايز اد اول، بالضبط كده. كده اظهر لك كل المقاسات بتاعت او ابعاد الجهاز اللي انت شغال عليه، تمام؟ فبيقول لك ان عرض البوتاجاز ده، طبعا هو كاتب 8 سنتي اللي هي بتاعنا، طبعا احنا شغالين بالمليمتر، ف 8 ديت يعني تعني 80 سنتي، تمام؟ يعني انت لما تحب تخليه 90 سنتي هتكتب 9 فقط، تضغط انتر، هتلاحظ ان البوتاجاز بقى العرض بتاعه كبر، بقى 90، كان الاول 80، تمام؟ كذلك ده العمق، الارتفاع، فبتعدل على المقاسات زي ما انت محتاج. نخلي دي 90، تمام. تعالوا نجرب مع الأجهزة التانية عشان نأكد بس المعلومات اللي احنا طبقناها. هنجيب مثلا جهاز تاني، وليكن نجيب الشفاط برضو بنفس الطريقة، هنسحبه وندخله داخل التصميم. طبعا الملف اللي كان معمول متضاف فيه حاجات احنا مش محتاجينها، هتقف على الجهاز علشان نتخلص من الحاجات التانية، احنا محتاجين الجهاز بس، وتقول له اكسبلود علشان يفك كل الحاجات اللي احنا يعني متضاف معاه هنا، جزء هنا مش محتاجينه نحذفه. وصار عندنا دلوقتي الشفاط بأداة التحريك اللي هي موف. هنيجي برضو احنا عايزين نغير الاتجاه بتاعه، هنيجي بالشكل ده كده، بعدين اسحبه ندخله جوه التصميم، تمام، مقاسه مظبوط مش محتاجين عليه اي تعديلات. ممكن ان احنا ننزله تحت شوية، نقف وهو والجهاز متظلل معانا، نقف في اي خط مثلا افق الرأسي ونبدأ ناخد نقطة ونسحب لتحت، هيبدأ ينزل معانا. ننزل مثلا وليكن 10 سنتي، نكتب 10 سنتي ونضغط انتر، بس احنا كده نزلنا القيمة اللي احنا محتاجين، تمام؟ طيب دي يبقى احنا كده اتعلمنا
ازاي ندخل جهاز من داخل ندخل جهاز او اي وحدة ندخلها داخل التصميم بتاعنا من خلال جهاز الكمبيوتر. طيب انا ما عنديش اصلا وحدات على جهاز الكمبيوتر، ومحتاج ان انا اجيب الوحدات ديت. شركة جوجل اللي هي اصل في الاساس مسؤولة عن تصميم البرنامج ده، عملت لنا موقع اسمه 3D هاوس او 3D وير هاوس، وفي ايقونة عندك بتربط البرنامج بالموقع، هي الايقونة اللي انت شايفها قدام منك ده، بمجرد ما بتقف عليها بيظهر لك الاسم بتاعها 3D وير هاوس. لو انت ضغطت عليها هتبدأ تفتح لك الموقع من داخل البرنامج زي ما انت شفت بالضبط كده، بس اهم حاجة يكون جهازك متصل بالانترنت. ده الموقع تقدر تبحث على اي بلوكة انت محتاجها، وليكن مثلا هندور على حوض مثلا، وليكن هنكتب كيتشن ثينك، تمام. فبيظهر معانا وحدات كتير تقدر تختار منها اللي انت محتاجه، تمام. ممكن نختار مثلا على سبيل المثال نختار الحوض ده مثلا، بنيجي هنا كده ونضغط على العلامة اللي هنا علامة التنزيل، فبيجي لك رسالة بيقول لك انت عاوز تنزل الموديل ده او الكومبوننت ده، عايز تنزله عندك في التصميم اللي انت شغال عليه مباشرة، ولا عايز تنزله على الجهاز يبقى محفوظ عندك في ملف خاص بنفسه، وقت ما تحتاج تستدعيه. لو انت ضغطت على يس يبقى هينزل على طول في التصميم اللي عندك، اما لو ضغطت نو هيتحمل، بس هيتحمل عندك على الجهاز. فطبعا انت بتختار اللي يريحك، وان كنت انا برجح دايما ان انت تنزل الملفات ديت او تنزل الاجهزة او الوحدات او البلوكات ديت تنزلها في ملفات خاصة، علشان لما تحتاج تستدعيها في اي وقت تكون جاهزة، ما تضطرش انك تدخل ملفات انت اشتغلت عليها وممكن نسيت اللي فيها او عملت فيها شغل كتير او عدلت عليها، وتضطر انك تجيبها مرة تانية وتعيد التعديل، او تضطر انك ترجع للنت وتدور عليها. لا، انت في غنى عن الكلام ده كله، انت ممكن تنزلها على الجهاز بمجرد ما تضغط على نو هيبدأ يقول لك طيب انت عايزنا ننزل لك البتاع الملف ده فين، بتختار المكان اللي انت محتاجه وتقول له سيف، بيقوم منزله لك مباشرة، تمام. هنروح للمكان اللي تم فيه التنزيل، ده الملف اللي احنا نزلناه. نقدر بكل بساطة برضو زي ما عملنا مع الوحدات اللي كانت قبل كده، برضو نقدر نسحب ده وندخله جوه التصميم. نقفل ده خلاص، ما عادش محتاجينه. جالنا الحوض طبعا وبالشكل الضخم اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نعدل على المقاسات بتاعته على حسب الحاجة بتاعتنا زي ما اتعلمنا. ممكن نستخدم الطريقة ديت، انا دايما يعني بحبها لان هي بتظبط لك الدنيا على طول، يعني بدون ما تقعد تشد وتقرب والكلام ده كله، لا هي دي بتدي لها مقاسات مباشرة وبتظبط معاها. ساعة ما نفتح هنلاقي ان المقاسات بتاعة الجهاز ده او الحوض ده معمولة بالبوصة وانت شغال بالمليمتر، فبمجرد ما هتضغط هنا كده هيبدأ يعدله للسنتيمتر، تمام. طيب نقفل ده او نضغط، هو كده كده اضايف السايز بتاع الحوض، هنبدأ نعدل عليه. طيب هو كاتب 98 و 29 من 100، ده معناه يعني 900 سنتي. انت لو اشتلت العلامة من هنا كده وحطيتها هنا كده وضغطت انتر هتلاقي الوضع اختلف تماما. كذلك هتنفذ نفس الكلام ده مع الاكس التانية،
بالشكل ده. الحوض عندنا تعدل مقاسه وصار عندنا بالشكل ده. طبعا هو لسه هنظبط الاتجاه بتاعه، وبرضه الحجم بتاعه ما زال لسه كبير. احنا عاوزين الاتجاه بالشكل ده. ده مكان الحوض، نجيب أداة موف ونقف هنا ونغير الاتجاه بالشكل ده، تمام، ونبدأ نسحبه ونجيبه في مكانه. طبعا انتم ملاحظين ان حجم الحوض كبير نوعا ما ومش متناسب مع المكان اللي احنا حطيناه فيه، فهنبدأ نعدل على المقاس بتاعه تاني زي ما اتعلمنا. نروح القائمة بتاعته ونعمل العمق بتاعه مثلا 50، يعني 5، ونعمل الارتفاع بتاعه برضو 50، او نريد نكبرها شوية نخليها 60، مش مشكلة. والعرض نخليه مثلا 80، ونبدأ نظبط المكان تاني. طيب تمام كده، احنا دلوقتي حطينا الحوض مكانه. لا محتاج يرجع لورا شوية، واحنا محددين هنقف على اي خط موازي للخط اللي احنا عاوزين نتحرك عليه، ونبدأ نسحب بالشكل ده كده لحد ما نشوفه. يعني تقريبا ممكن نقول 8 سنتي. تمام. لا طيب، بقى عندنا مشكلة تانية، ان الرخام لسه ظاهر عندنا من خلال الحوض. ازاي هنتعامل مع المشكلة ديت؟ نتعامل معاها بسهولة جدا، انك تيجي على الرخامة نفسها وتبدأ تفك الضغط عنها، لان احنا كنا قبل كده شرحين ان احنا بنعمل الوحدات دي كلها جروبات علشان يسهل التعامل مع الخصائص بتاعتها. هنعمل مربع، نفتح هنا مربع كده، نبدأ نلغيه تماما. لسه الضغط ما تفكش. اي كده تمام، نرسم مربع. تمام، نبدأ نحرك ده كده لحد ما عادش يبان معانا. ده نفس الطريقة. تمام كده، الرخام ما عادش باين معانا، لكن اللي بان معانا من تحت الرخام العلبة الوحدة نفسها اللي تحت. هنعمل برضو معاها زي ما عملنا مع الرخام.
بينزل بقى لتحت لحد ما خلاص يختفي معانا تماما، ونبدأ نسحب برضو ده كده. تمام كده الحوض بتاعنا جاهز، وده من اصعب الوحدات اللي احنا بنضيفها داخل المطبخ، لان بتحتاج مننا تعديلات كتير. تمام الطريقة. طيب بالنسبة للايقونة ديت اللي هي 3D ويرهاوس ديت، لو انت بتشتغل على اصدار سكتش اب برو من 2017 لحد 2020 هتشتغل معاك تمام ان شاء الله، لكن قبل كده يعني لو شغال على اصدار 2016 على 8 على 7 الاصدارات اللي هي القديمه، كل ده الشركه او يعني وقفت دعم البرامج ديت، فمش هتقدر انك تستخدم الايقونه ديت من خلال البرنامج. كل ما هتحاول انك تدخل من خلالها هيقول لك ان انت لازم تحدث الاصدار اللي انت شغال عليه. طيب فرضا انك ما انتش قادر تحدث البرنامج اللي انت شغال عليه او الاصدار اللي انت شغال عليه بسبب ان امكانيات جهازك لا تسمح، ايه العمل؟ العمل انك هتروح للموقع، نفس الموقع هتكتب على في مكان شريط البحث هتكتب 3D warehouse.sketchup.com، هيظهر معاك الموقع. تمام نفس الموقع اللي موجود داخل او اللي بيفتح داخل البرنامج، وتقدر تبحث برضه من خلاله، يعني نقول مثلا كيتشن كابنت، يعني وحدات جاهزة ممكن نقدر ننزلها، بدل ما نقعد نرسم شاسيه ونرسم ضلفة ونقسم الكلام ده، في وحدات جاهزة ممكن ننزلها ونستخدمها مباشرة، نعدل على مقاساتها وتوفر علينا وقت كبير جدا. طيب ديت الوحدات دي لما احب انزلها طبعا بنفتح الوحدة ونقول له، هيظهر معانا كلمة داونلود، بنضغط على السهم اللي جنبها وبيصدر ينزل معانا بأي إصدار احنا شغالين عليه. لكن طبعا هتظل المشكلة مشكلة ان الموديل ده او الملف ده مش هيشتغل على الإصدارات القديمة من 2016 وانت نازل. طيب الحل ايه؟ الحل انك هتفتح الملف اللي انت عايزه بتطبيق او ببرنامج من 2017 لحد 2020، وبعد ما تفتحه بتروح في قائمة سيف از وتحفظ الملف بتاعك ده بأي فيرجن انت شغال عليه. طبعا هتحتاج تعمل الكلام ده على جهاز تاني او على برنامج بإصدار حديث. تمام تقدر تحفظ اي جهاز او اي وحدة او اي ملف انت نزلته بالاصدار على حسب الاصدار اللي انت شغال عليه، ويكون موجود معاك تستخدمه على طول بدون ما ترجع للنت وبدون ما ترجع للموقع اللي هو 3D warehouse. وبكده يبقى احنا تقريبا شملنا كل الجزئيات الخاصة. نكمل نحط التلاجة بالمرة علشان يبقى ايه، كملنا الاجهزة بتاعتنا، نجيب مثلا التلاجة بالطريقة اللي احنا لسه ما عملناهاش اللي هي من على الموقع، هنقول مثلا فريج. بيجيب لك موديلات كتير جدا تقدر تختار منها اللي انت محتاجه او اللي يتناسب مع التصميم بتاعك او الشكل اللي يتناسق ويتناسب مع التصميم اللي انت شغال عليه.
وليكن مثلا نجيب ديت شغال على اصدار 2020، فهنزله بنفس الاصدار. ولو انت نزلته باي اصدار اقل هيشتغل على البرنامج اللي هو المحدث، بس مش العكس. يعني انت لو نزلت الملف ب مثلا اللي هو على اساس ان هو يشتغل على السكتش اب ب 2020، وعندك البرنامج 2019، مش هيفتح عليه، هيقول لك دايما حدث البرنامج علشان تقدر تستخدم الملف. اما لو انت نزل، لو عندك مثلا اصدار 2020 ونزلته اللي هو على حسب اصدار او موديل 2019، هيشتغل معاك، بس هيديلك رسالة تحذير ان الملف ده بمجرد ما هتفتحه وتعدل عليه هيتحفظ بصيغة او هيتحفظ على البرنامج 2020، ما عادش هيشتغل معاك بعد كده على 2019. تمام، فانا هنزله على 2020. بدأ الملف نزل عندي اهوت، ممكن نفتح الملف عادي. زي ما هو ظهر قدام منا كده، ونظلل الوحدة او التلاجة او الجهاز او اي حاجة انت محتاجها. يعني لو فرضا انت عندك جهاز تاني موجود داخل ملف، مش شرط انك يكون عندك الجهاز في ملف مستقل. يعني انت عندك مثلا تلاجة في وسط مطبخ انت عامله قبل كده، ومحتاج انك تجيب التلاجة دي بعينها. انت كل اللي هتعمله هتيجي عليها، طبعا ان ما كانتش معمولة مجموعة هتعملها جروب، تمام، وتنسخها، تظللها كده وتضغط على كنترول مع سي، تمام، او تروح على ايديت وتقول له كوبي، تمام كده او كده، تمام، وتقفل، تنزل الملف ده خالص، وتروح على الملف اللي انت شغال عليه، وفي اي مكان انت واقف فيه هتضغط على كنترول مع في، هيجي معاك الجهاز او الوحدة اللي انت شغال عليها، هيجي معاك مباشرة داخل التصميم. تقدر تعدل عليها زي ما اتعلمنا باي طريقة، اي الطرق اللي احنا عملناها. لود مشكلة، نحددها كلها كده ونعملها كومبوننت، ميك كومبوننت، تمام، تقوله كرييت، خلاص كده تقدر تعدل عليها بسهولة. تقول له اد اول. طيب نعمل العرض بتاعها 70، يعني 7، حط علامة كده، 77 كده، 77 سنتي، خليها 70 بس. العمق بتاعها نخليه 70 برضو. الارتفاع بتاعها نخليه 180، يعني 18، ونسحبها بأداة موف أي نقطة، ونروح في المكان اللي هي مخصصة ليه. ممكن تقيس مباشرة، يعني تجيب أداة المتر وتقيس 68 سنتي، تعدل 6.8، انتر، تمام، تبدأ تحركها. هنا كده بنسحبها للآخر، هنلاحظ ان هي كبيرة،
ممكن نقصرها شوية، أو نشوف برضو بالمتر، نشوف ديت ارتفاع المكان ده كام، 175. نقوم عاملينها هنا 175، يعني 17.5. تمام، بسحبها لفوق 5 سنتي بس كده. نلاحظ ان هي الجهاز ظاهر معانا كامل. تمام، وبقى احنا كده اتعلمنا النهاردة ازاي نضيف الجهاز باكتر من طريقة، وازاي نستورد اجهزة احنا محتاجينها نشتغل عليها بدل ما نرسمها بايدينا وتاخد مننا وقت كبير ويطلع شكلها مش كويس. لان انت ممكن تجيب اجهزة شكلها يعني مقارب جدا للواقع، ناس شغالة عليها وعاملة منها شغل كويس جدا، وفيها حاجات تقريبا يعني مطابقة للأجهزة الواقعية اللي موجودة في اللي احنا موجودة في حياتنا بصفة عامة. عرفنا ازاي ندخلها من على ال يعني مثلا في عندك سيارات، في عندك الوحدات اللي انت شايفها قدام منك ديت، تقريبا لما تبص لها مع الاعدادات اللي انت بتعملها في الريندر والماتيريال اللي بتضيفها عليها، بتقدر انك توصل بيها لدرجة كبيرة من الواقعية. تمام، زي ما قلت اتعلمنا ازاي نضيف الاجهزة سواء من على جهاز الكمبيوتر او من على النت، ازاي ننزل موديلات وننزل كومبوننت من على النت، وازاي نعدل على مقاسات الاجهزة بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وياريت اللي يعني عجبه الحلقة بتاعت النهاردة وموضوع الحلقة ما يحرمناش من ان هو يعني ان ما كانش مشترك معانا في القناة ان هو يشترك معانا، ويضغط لايك ويسيب لنا تعليق. ولو في اي مشكلة قابلتكم تقدروا تتواصلوا معايا على الارقام اللي هسيبها تحت الفيديو. اي حد يقابله اي مشكلة في اي وقت يرجع لي وان شاء الله نحلها مع بعض. واللي عايزني اتكلم في جزئية معينة او يعني في مشكلة بتقابله في حاجة معينة وعايزنا ان احنا نتكلم فيها او نشرحها بالتفصيل، يسيب لي في التعليقات ان شاء الله وبإذن الله ارد عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.